حسام غالي انا يعني من اكتر الناس يعني انا ومتعب وسامح حسني واحمد بلال والناس دي كنا جوه الاستراحه يعني. حسام غالي طول عمره كده، حتى لو بنلعب خماسي يعني، حتى لو كنا بنلعب خماسي كده مع بعض في الاستراحه او اي حاجه تلاقيه متضايق ومتنرفز وعايز يكسب طول الوقت يعني. هو حسام غالي ما بيمثلش، او اسامه حسني ما بيمثلش، او عماد متعب ما بيمثلوش، هو طول الوقت طول عمره حسام كده. الناس اللي ما تعرفوش حسام غالي بره الكوره حاجه جميله جدا يعني، راجل جدا 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 مع اصحابه، وجدع جدا ومتواضع جدا، وبيحب اصحابه جدا ويقف جنبهم في الحاجات الصعبه قبل السهله كمان. اما هو جوه الملعب هو مش عايز يخسر. خد بالك انت لو جيت ركزت على اللعيبه اللي اتربت جوه النادي الاهلي او اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي، مش حسام غالي بس، اي حد تلاقيه زعلان قوي اللي هو بيخسر بطوله، زعلان قوي اللي هو خسر ماتش. ليه؟ احنا كنا طول الوقت واحنا في الناشئين لعبت 10 سنين مثلا، يعني مثلا ممكن اكون خسرت اربع ماتشات مثلا في النادي الاهلي وانا بلعب في النادي الاهلي في الناشئين. طول الوقت اخد بطوله الدوري في الناشئين، طول الوقت اي بطوله بنسافر بره مصر بنيجي، لعبنا في فنلندا، لعبنا في اسبانيا، لعبنا في فرنسا، كنا بناخد البطوله وبنيجي واحنا صغيرين. كان معانا مدربين كبار جدا، مدربين يعني براندات بمعنى الكلمه، كانت لعيبه النادي الاهلي براندات يعني، كان كابتن حسام البدري، كابتن عصام عرابي، كابتن زيزو، كابتن فتحي مبروك، كابتن بدر رجب، كابتن محمد السيد، مستر كروفر، كابتن محمد رمضان كان ساعتها مدرب ناشئين، كابتن طلعت صادق، انا مش عايز انسى حد، كابتن ده السيد، ناس تقال قوي في الكوره، تقال قوي في النادي الاهلي، وعملوا وخدوا بطولات في النادي الاهلي. فكانوا بيعلموك حب النادي الاهلي، بيعلموك ازاي اللي انت ما تخسرش، بيعلموك ازاي تبقى شرس جوه الملعب ومتواضع بره الملعب. دايما كان النادي الاهلي كده يقول لك انت خليك شرس جوه الملعب وخليك متواضع بره الملعب. فدي حسام ده طبيعي من زمان جدا جدا جدا، ده فيه الطبع ده، بس هو بره الكوره لا، هو متواضع جدا وشخصيه جميله يعني.